أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذه المرة ضيفنا عبر سكايب شاعر سوري مقيم في السعودية، الأستاذ عبد المنعم جاسم. حياك الله أستاذ عبد المنعم، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياكم الله وبياكم، وشكرا جزيلا لهذه المقابلة الجميلة مع مصطفى مطر. المقابلة من خلال هواء الرافدين، وإن كانت مع مصطفى مطر فأنا دوري هنا محاور. أستاذ عبد المنعم، سعداء بتشريفك لنا. وبداية، وإن كنت معروفا لدى العديد من جمهور الشعر إلا أنها إطلالة على الجمهور العراقي والجمهور العربي الذي يتابعك من خلال شاشة الرافدين ومنبر بيت القصيد، بدقيقتين حدثنا عن عبد المنعم جاسم كما تحب أن يعرفه الجمهور العراقي والعربي بشكل عام. دقيقتين قليل عن عبد المنعم جاسم. تفضل، لك كل الوقت أكيد حبيبي. طبعا قبل دقيقتين أشكر قناة الرافدين، وأنا أعتذر أنه طبعا أنا أعتبر بطل مطر يمثل قناة الرافدين في هذا المقام، لذلك عندما أرحب به فأنا أرحب بالرافدين، وعندما أرحب بالرافدين فأنا أرحب به. عبد المنعم الجاسم من بج في سوريا، مجاز في اللغة العربية من جامعة حلب، أحب الشعر كثيرا، وأحب القضايا اللغوية وأحب القضايا النقدية وما له علاقة بالأدب العربي من قريب أو من بعيد، ولا أدعي أنني فيه ضليع أو كما يقولون، ولكن محاولات، وكلنا في علم الهوى طلاب. جميل. في البداية وقبل أن نذهب إلى الشعر، أخي عبد المنعم، سأبدأ بسؤال ربما يكون مشاكسا نوعا ما. يقول قائل: دعك من كلام النقاد، فليس هناك شعب بنى تمثالا لناقد، وهذا القول لجان سيبيليوس، لكن ماذا تقول أنت؟ أنا أتفق مع هذا الشخص اللي ذكرت اسمه، مع أني ما أحفظ أسماء. جان سيبيليوس، بغض النظر. تفضل. أتفق معه من حيث ما طرح حول مسألة أن أحدا لم يبني تمثالا لناقد، ولكن نعم، الحقيقة بأن للناقد دورا كبيرا جدا في مسألة تقويم وتقييم القصيدة. أحسنت، هذا صار شديد. أحسنت. هناك أستاذ عبد المنعم فكرة ثانية أو سؤال ثاني قبل أن نذهب لأولى القصائد التي ستقرأها علينا من خلال هذه الحلقة في بيت القصيد. يعني السؤال: هل غاية النقد الصراع، أم أن غايته تتجاوز ذلك إلى قيمة أعلى؟ الناقد يا صديقي هو صديق الشاعر وليس عدو الشاعر، يعني لا. هذه تعبر عن فكرة الصراع، يعني أنت لست في صراع مع صاحب القصيدة أو مع القصيدة، أنت صديق هذا المبدع، فتريد من هذا المبدع أن يكون أكثر إبداعا. أحسنت. عندما تجد ثغرة ما عند شاعر ما، فانت يعني تريد ان لا تجد هذه الثغره، انت لا تفرح انك وجدت ثغره على هذا الشاعر فقلت تقول له ما معنى هذا او ماذا تريد بهذا، انت تريد منه ان لا يقع بهذه في المره القادمه. احسنت. الى اولى القصائد الان استاذ عبد المنعم، الشاعر السوري ابن منبج، اولى القصائد التي ستشنف اسماعنا فيها بهذه الحلقه من بيت القصيد، لك المنبر، تفضل. يعني حقيقة هذا على قولة الربع، يعني يقول هذا المحسب تحسابه، يعني فأنا حقيقة قلت دائما وأقول أنا بالفعل لست شاعر، وأنا لا أقول أنا لست شاعرا من باب التواضع أو من باب لا أنا لست شاعرا، لأنني أنا لا أكتب الشعر إلا ما نذر من باب كما قلت في أكثر من لقاء مع الأحبة. طبعا إذا اقرأ علينا من محاولاتك، اقرأ علينا من محاولاتك الشعرية. كتبت في الثورة السورية، أول ما قامت الثورة السورية، نص بعنوان أطلق يدي. تفضل. قلت فيه: صبرا على ظلم الطغاة جميلة، فالليل لملم نفسه ليزول قد طال حتى قلت ليس بمنقض، وأناخ حتى خلته مشلولا مذ أربعين خلت، تربع جاثما ضيفا على صدر الكرام، ثقيلا ليل كأن نجومه مشدودة، أو أن تحت سدوله الظليلة ليل ألفنا، أو نكاد ظلامه يا صاحبي من أوقد القنديل. هبت من الخضراء
تونس نفحة هز الفرات عبيرها والنيل هبت من الخضراء تونس نفحة هز الفرات عبيرها والنيل وتنشقت بغداد عطر كرامة من هيت من تكريت من أربيلة ونسائم اليمن السعيد عليلة خلت فؤاد عليه معلولا والنائمون على دجى أيلولهم يترقبون الفجر في أيلولا ما عين زمزم إذ تفجر ماؤها يوما لهاجر وابنها إسماعيل بألد في شفتي من حرية أدمنت لثم حروفها تقبيلا. الله جميل. أمعفر الليث الهزبر بصدره لمن ادخرت الساعد المفتون قد صال بين الفاتحين صدورهم متوجسا مستوحشا مذهولا قلقا يسائل نفسه فتجيبه من ذار ما بك ها هنا لتصولا هذه خيول بني أمية ضمرا يا ويح أمك ما سمعت صهيلة فانقض نحوهم كما لو أنه ينقض متجها إلى إسرائيل خلاص يكفي هذا القدر لا مشكلة نكتفي بهذا القدر من الجمال على أمل أن يعني تزيدنا وتزيدنا في إطار ما بقي من هذه الحلقة أستاذ عبد المنعم يعني هناك من يرى بأن الحبل مبتور ما بين الشاعر والناقد إن كان الأمر كذلك فأين تكمن المشكلة باعتقادكم؟ برأيي تكمن المشكلة في تصفية النوايا يعني عندما تكون النية صافية فليس هناك أي تمت مشكلة البتة يعني مثلا عندما أنا يوجهني مثلا الأستاذ مصر مطر إلى مسألة ما وأنا أضمر بأنه يعني يريد لي الخير فليس هناك مشكلة أما إذا أنا قرأت نصيحة مصر مطر على أنها يعني من باب التشهير بي أو من باب الإقلال التقليل من مما أنا كتبت أو من باب التهكم كما يظن البعض يعني هنا تحدث المشكلة وتحدث الثغرة ما بين الشاعر والناقد بطريقة أخرى هل مقصد وجوهر هذه الإجابة أن فكرة الارتقاء بالنص الأدبي هي عملية تشاركية ما بين الناقد والشاعر أم أن هناك جهدا أكبر يقع على عاتق واحد منهم دون الآخر نعم العاتق الأكبر على الشاعر نعم الناقد ليس شاعرا الناقد يعني تستطيع أن تشبهه بالمدرب مثلا المدرب كرة القدم قد يكون مدرب كرة يعني مدرب كرة أكبر فريق كرة قدم مدرب فلان مثلا وفلان لا يجيد لعب كرة القدم بنصف أو بربع مهارة أحد أبطال هذا الفريق نعم فاللاعب هو تفضل. الذي صاحب القلم في الملعب هذا اللاعب هو الشاعر بمعنى آخر نعم ولكن هذا المدرب يرى بحكم العمر بحكم الخبرة بحكم أنه هو ليس يتابع هذا اللاعب فقط نعم. الناقد كالحكم أو المدرب المدرب لا يتابع مثلا لاعب ما ميسي أو فلان أو فلان هو يتابع يدافع عن تاريخ اللعبة إضافة للاحتياطيين فهو عنده خبرة يعني قراءة 20 لاعب أو 100 أو 200 قرأ هذا ويريد لهذا الشاعر أو هذا اللاعب يعني الذي نسميه شاعر إحنا الآن يريد أن يضع به خبرة هؤلاء العشرين يعني بحيث أن لا يبقي عليه أي مأخذ هو لا يريد مأخذ على الشاعر الناقد أنا برأيي لا يريد مأخذا على الشاعر يريد أن لا يترك الشاعر مأخذا على نفسه نعم إنما هي الطرفة هي طرفة التي سأذكرها الآن لا أكثر أستاذ عبد المنعم إجابتك هذه ألا تتفق مع قصيدة النثر بمضمونها وتعريفها قليلاً؟ قصيدة النثر لا أدري إلى ما ترمي أنت ولكن بالنسبة لقصيدة النثر هي ليست شعر لتكون محور حول يعني كلمة قصيدة لفظة قصيدة لا تتناسب أن يضاف إليها لفظة النثر لا هي ليست قصيدة يعني ليست قصيدة أنا لا أحامي عن النثر هنا وأزعم أنها قصيدة ولكن قصد إسقاطك فكرة فريق كرة القدم وميسي والمدرب واللاعبين والجمهور على تأويلك لدور الناقد يشبه إلى حد ما تعريف قصيدة النثر أليس كذلك؟
ممكن طرفة لا أكثر. إلى الآن لم تصلني الفكرة، ولكن ما أريد أنا، ما أنا أريد على الشاعر الكلاسيكي أن يلم من حيث الفكرة أو من حيث الصور بكيفية كتابة الشعر لدى الحداثيين، لأنهم يكتبون صور جميلة جدا ولغة جميلة جدا، ولكن أريد منه أن يحمل هذه الصورة وهذه الفكرة ويأتيني بها بالقالب العربي لكي تكون قصيدة. لكن باعتقادك أستاذ عبد المنعم، باعتقادك كيف يمكن مد جسر من التكامل بين تجربة الشاعر ورأي الناقد بصراحة؟ أستاذ عبد المنعم، مد الشعر يعني الأمر كله وقف كما قلت لك على مسألة الشاعر، يعني المحبة أساس كل شيء. الحب كما تقول كلثوم بالحب وحده، هو وحده شوية الحب أساس في كل المعاملات حتى ما بين الشاعر. لكن ممكن يا أستاذ عبد المنعم، يعني أنت كناقد أو ناقد معين، ممكن أن يقع بين يديه نص لشاعر لا يعرفه، ليس شرطا أن يكون الحب دائما حاضر، ربما ينبغي نعم أن تحضر الموضوعية. حب ناقد وشاعر، ليس عفوا ليس حب عبد المنعم الجاسم مثلا نقول كشاعر والأستاذ بصر بطر كناقد أو العكس، لا، حب شاعر مع ناقد. ليس يعني هل هناك معرفة مع متنبي لكي أبني جسر علاقة ما بيني وبين المتنبي؟ صحيح صحيح، أحسن. ما بين قراءتي كقارئ سواء كنت ناقدا أو لم أكن وصاحب هذا النص. بالعكس يعني ما تقول أنت، إذا على الصعيد الواقع إذا كان المسألة عاطفية، هنا سقطنا في مسألة أخرى اللي هي العاطفية، حب ما تقدمه لأنه من بلدي مثلا أو بمنطقتي أو صديقتي أو صاحبتي أو إلى آخره من هذه المسميات يعني. المقصود هو حب ما تقدمه سواء كنت ناقدا تماماً. كنت شاعرا فتقدمه بمنطق بعيدا عن العاطفة، وإنما أن تكون منحازا تمام الانحياز إلى المادة الأدبية المتوفرة بين يديك. ونريد مادة أدبية جديدة أو قصيدة أو كما تسميها أنت محاولات، لا أريد أن أتجنى عليك، لك أن تسميها ما شئت، نريد أن نذهب إلى الشعر مجددا معك. لا بأس، تفضل. أيضا مما كتبت يعني، تفضل. في أيضا إلى الثورة السورية، أول ما بدأت الثورة أبيات قصيرة أو قليلة تقول: أتيتك دعنا من أتيتك عندما يبدو أنك لم تأتي بعد، اذهب إلى طريق أخرى لعلها تأتي. تفضل أستاذ عبد المنعم. أتيتك لا أريد سوى خلاصي. ها أنت أتيتك لا أريد سوى خلاصي. إلى ما تظل تمعن بانتقاص؟ ايه. أتيت مسالما والصدر حاف، فلاقتني كلابك بالرصاص. على الشرفات يختبئون غدرا، يمدون البنادق لاقتناصي. وهب أني عصيتك ذات قهر، أما أفنيت عمرك بالمعاصي؟ كأن أباك لم يخبرك قبلا بأنك سوف تؤخذ بالنواصي، فقل هذا جناه أبي علي، فبعد اليوم ما لك من مناصي؟ هي الأيام تمضي ليس إلا، وها قد حان دورك للقصاص. وها قد حان دور خروجنا لقصيدة وشاعر آخر، استراحة يعني تأخذ بها نفسا قصيرا أستاذ عبد المنعم. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى هذه القصيدة ضمن فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. حكي أن الخليفة المأمون رحمه الله كان يجلس للمظالم يوم الأحد، فنهضت امرأة عليها هيئة السفر بثياب رثة فقالت: يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا إماما به قد أشرق البلد، تشكو إليك عميد الملك أرملة، عدا عليها فما تقوى به أسد، فابتز منها ضياعا بعد منعتها، لما تفرق عنها الأهل والولد. فأطرق المأمون يسيرا ثم رفع رأسه وقال: من دون ما قلت عيل الصبر والجلد،
وأقرح القلب هذا الحزن والكمد. هذا أوان صلاة الظهر فانصرفي، وأحضر الخصم في اليوم الذي أعد. المجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا أنصفك منه، وإلا المجلس الأحد. فانصرفت وحضرت يوم الأحد أول الناس، فقال لها المأمون: من خصمك؟ فقالت: القائم على رأسك العباس ابن أمير المؤمنين. فقال المأمون لقاضيه يحيى بن أكثم: أجلسها معه وانظر بينهما. فأجلسها معه ونظر بينهما في حضرة المأمون، وجعل كلامها يعلو، فزجرها بعض حجابه، فقال لهم المأمون: دعوها، فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه، وأمر برد ضياعها. نرحب بكم السادة المشاهدين الكرام، ولازلنا في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفنا عبر سكايب من المملكة العربية السعودية الشاعر السوري الأستاذ عبد المنعم جاسم. حيا الله أستاذ أبو ماهر مجددا، أهلا وسهلا بك في بيت القصيد. أستاذ عبد المنعم، هل تسمعني؟ أستاذ عبد المنعم، هل أنت معنا؟ نعم معك وأسمعك بشكل جيد. في سؤال جديد قبل أن نذهب إلى الشعر مجددا، أستاذ عبد المنعم، حدثنا عن الرسالة القيمية والجوهرية للنقد، لسيما في نقد الشعر العربي. الشعر النقد مهمته الأساسية، نعم، أن يصل بالشعر إلى أفضل صورة. يعني هذه باختصار شديد جدا ما هي مهمة النقد. النقد ليست مهمته التجريح أبدا، ولا مهمته أن كما قلنا قبل قليل التشهير أو التقليل من صاحب النقد. الرسالة الأساسية للنقد أن يصل بالشعر إلى حيث يجب أن يصل الشعر إليه، نعم، فقط، لا غير. يعني ما المطلوب من الشعراء اليوم ومن جمهور الشعر العربي؟ ما المطلوب منهم فعله حتى ننجو بالشعر العربي بعيدا عن كل محاولات التشويه بصراحة؟ نحن نحتاج إلى متلقي. جميل. حقيقة يعني نحتاج إلى متلقي صاحب ذوق رفيع، نحتاج إلى متلقي يحكم الشاعرية بعيدا عن المناطقية، نحتاج الى متلقي يعشق الشعر بعيدا عن الشاعر. هذه مهمه يعني كثير، يعني مساله كثير مهمه جدا، انه انا النص يعجبني فاصفق للنص، ومن ثم اعلم بانه لسين من الشعراء، فهذا يعني تحصيل حاصل. نعم، تحصيل حاصل. فان كان مثلا لشاعر هو ابن عم لي او ابن اخ، اكون سعيد، هي سعاده شخصيه. اما على الصعيد القصائدي، فأنا من القصيدة الجميلة أكون بها سعيدا. جميل. لذلك ويجب أن نعول كثيرا على متلقي يكون لديه مسؤولية. نعم. أستاذ عبد المنعم، يقال إن التاريخ كفيل بالفرز والتفريق بين الغث والسمين، ماذا عن المعايير من أجل حكم منطقي يتشكل من وعي سليم؟ المعايير لدى التاريخ. المعايير لدى التاريخ، كيف جاءنا ما جاءنا عبر التاريخ، نعم، من الشعر؟ هل هذا الذي يوصلنا يستحق أن يصلنا؟ كيف سنصل إلى القادمين أو الأجيال القادمة؟ نحن إذن علينا أن نكون، يعني المسألة تجريبية، عرفت؟ يعني ليس فيها ابتكار، ما في ابتكار. نعم. إذا أنت وجهت الماء من أعلى إلى الوادي فسيمضي، إذا جئت مرة ثانية بذات الكمية من الماء ستمشي بذات الطريق. أحسن. فنحن نحتاج أن نكتب شعر بحجم من حيث الكيف، بحجم ما كتب المتنبي ونزار وإلى ما نصل إلى مهيار ونصل إلى مرام قيس وآخره. أما إذا
جئنا بما هو النظم العادي يعني اول حداثي هذا الذي بدون مثلا طعم او رائحه. فبلا شك يعني المساله كما قلت لك هي مساله سنه الاولين. نعم هذا جميل ان يظل حبل الجمال الذي توارثناه مشدودا لا رخوا الى الشعر. بغير ذلك سيبقى ما نكتبه في مكانه. احسنت تماما. انا اعلق على بعض الاخوه يعني عندما يصلون يعني بعض الصلوات واعرف هذا المصلي طبعا هذا باب النكته يعني مصلي عايف يعني شخص ما مثلا لا يوفي بذمه ولا والى اخره ثم ياتي يصلي فانا اقول له بالمزح اقول له صلاتك في مكانها يعني. نعم صلاتك لن تخرج من هذه الغرفه. احسنت صلاته في مكانها لأنه لا يلتزم ضوابط هذه الصلاة بمعاملاته وأفعاله. تماماً. وكذلك الحال مع الشاعر إن لم ينسجم مع موروثه ولم يقدم ما يرقى بهذا الموروث فإنه حتما سيكون عبئا وزيادة على الشعر لا زيادة فيه. وأنت زيادة فيه وحاشاك أن تكون زيادة عليه. أستاذ عبد المنعم إلى قصيدة نطمع إلى الاستماع لقصيدة وليست أبيات قصيرة. ماذا ستقرأ هذه المرة؟ ولا تقول لي مش جاهز مش مرتب حالي وفاجأتني. أنت تعلم بشأن هذه الحلقة من فترة طويلة. تفضل. نعم إلى قصيدة جديدة. تفضل. ماض وقلبي يستدير وراء. جميل. خوفا على من ضل ليس مراء. يا إربد الغراء سحت أدمعي مطرا وقد كنت الأسح بكاء وتلعثمت كل الحروف على فمي وأنا الذي ملأ البلاد غناء. ها قد أتيتك يا صديقتي تاركا خلف الفرات ممزقا أشلاء وتركت دير الزور غافية على أحزانه وحماته والشهباء. أكمل أم أن الشهباء أنستك جمال القصيدة وبقية أبياتها؟ والله الشهباء عندما يعني تحلت في مقام ما فأنا تنسينا. والله وأنا أؤيدك وأنا معك أستاذ عبد المنعم. قبل أن نخرج إلى فاصل يقول أحدهم وطلب مني أن أوجه إليك هذا السؤال، يقول ليته بنقده يكون خفيفا كما هو في شعره. ماذا ترد عليه بصراحة؟ والله أنا يعني أنا لا أكتب شعر. خذ راحتك قل ما تحب. ولا يعني أنا أحب الشعر جدا جدا، وعلى فكرة أنا أسعد جدا عندما تقول لي الشاعر أنا أفرح وإن كتمت فرحتي فيما بيني وبيني أكتمها في ولكن أنا أحب أن أنادى بشاعر. ولكن أنا فعلا وأعود أقول ليس تواضعا وليس هذا تعريف وهذا كما نقول تسمية الأشياء بمسمياتها. أنا يعني أنا أين والشعر أين؟ أنا أكتب يعني تخيل أنه أنا الآن من سنتين إلى اليوم ما كتبت بيتين منظومات. نعم طيب هذا في الشعر. ماذا عن النقد؟ أيضا في النقد تود أن تطلق على نفسك نفس التعريف؟ أيضا أسعد كثيرا عندما يقال الناقد الكبير أو الناقد عبد الجاسر أو الناقد بدر مين. ولكن أنا حقيقة أيضا أنت ماذا يعني تقول عن نفسك بصراحة؟ بصراحة أنا أقول بأنني قارئ صادق. طبعا أنا لست صادق بالعموم. جميل. قد يكون علي كثير في ماخذ في اماكن اخرى، ولكن انا صادق في هذه في هذه في هذه الناحيه. امين في مع ما اقرا. يعني انا اقرا نص لفلان. نعم. القضيه وما فيها بانني اقول عن النص ما في داخلي، علما بان هذا الذي في داخلي يتفق كثيرا مع الذي في داخل فلان، ولكن فلان لا يستطيع ان يعني لا يجرؤ ان يقول هذا الكلام. يحسب حساب المشاعر الاخ. نعم. وهذا خطا ان ذاك الاخ او ذاك الشاعر يحسب هذا الامر باتجاه مشاعره. نعم. باختصار شديد انا كان عندي نص قبل قليل لاحد الاصدقاء قلت في 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 على صفحته هذا نظم قامت الدنيا ولم تقعد. ارسلت هذا النص لعشرين شخص من اصدقائي لم يقل احد باعلم ما قلت. بالعكس كانوا اقسى عندما كان الامر مصارع. هذا وارد صحيح. كانوا انا قلت نظم فقط. هم كانوا اقسى بكثير. الرسائل عندي موجوده مع 20 من الذين يعني انا اعول على ارائهم. ولو لم يعني يكون موعد لقائنا الان لكان احد الذين استشيرهم هو انت.
حقيقة، ولكن كان الموضوع هو ما بين الساعة الثامنة ونصف التاسعة. نعم. قبل اللقاء بدقائق. نعم. يعني لا يزال معنا فسحة في الوقت من أجل الكثير من النقاش والشعر، لكن لابد أن نخرج الآن أستاذ عبد المنعم إلى فاصل. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. مجددا نرحب بكم سادتي المشاهدين الكرام، ونواصل هذه الحلقة المتميزة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. معنا عبر سكايب من المملكة العربية السعودية الشاعر السوري والناقد أو القارئ كما يحب تسمية نفسه الأستاذ عبد المنعم جاسم. أستاذ عبد المنعم، مجددا وهذا السؤال، ما هي أبرز المشاكل باعتقادك التي يعانيها المشهد الشعري العربي وينبغي المجاهدة أدبا من أجل محوها وتحسين الصورة، صورة الشعر العربي؟ المشهد الشعري بخير 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 كبير وخير كثير. ما ينقصه فقط يعني الداعم. نعم، الداعم، لأن كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى إلى إلى, إلى دعم. نعم. أما من حيث الشعراء فعندنا الكثير من الشعراء، عندنا الكثير كثير جدا، وإن كنت الآن أنت كشخص هنا في هذه الرافدين، ولكني أنا حقيقة قلتها في أكثر مرة بأن الجمعية كداعم تستطيع، وأنا قلت منذ أن فتحت الجمعية أبوابها. أي جمعية تقصد؟ الجمعية الدولية للشعراء. نعم. العرب، والتي على ما مو على ما اعتقد، بل انا متاكد انه انت احد الافراد او احد المؤسسين. اشكرك. هذه الجمعيه، بما هي عليه من كيان. نعم. كيان، وهو كيان لا يستهان به، فهي يعني ابرزت نفسها على ارض الواقع من حيث كما قلنا انها كيان. انصفت يا استاذ عبد المنعم. وهذا الكيان يستطيع، وهذا ما نعول عليه الان، منذ أن فتحت أبوابها أنا قلت في تعليق، قلت بأن نعول عليها الآن أن لا تصفق، لأن تصفيقها محسوب عليها. يعني إذا صفق ألاف أشخاص تصفقوا، فإن تصفيقهم في مكانهم، هم لا يعبرون عن شيء، يعني رأي شخصي، ولكن أن يصفق فلان محسوب. يعني هناك أسماء، أنا عندما أرى مثلا على قصيد نص رديء، أرى مثلا مصطفى المطر يكتب جميل جدا، انا ادخل على مصطفى مطر اقول له يا مصطفى هل انت قلت، يعني لان انا اعتبر انه هذا الشخص مثلا مصطفى مطر، وهناك اسماء كثيره، اعتبر انه هذا لا يجب. كثيرون يقولون فلان فضل فوق واحسنت بارك الله بك، وممكن 100 تعليق 200، حتى بعض النصوص تصل الى حوالي 1000 تعليق، كلها في التمجيد. لا اعيرها اهتماما، ولكن عندما صحيح. اجد تعليقا لشخص بقيمه مثلا جاسم العجه الناقد الكبير. نعم. او اتصل بالتليفون اقول له استاذ جاسم هل انت كتبت على هذا المكان، عرفت؟ فلذلك نحن نقول الجمعيه وبعض الصفحات الكبيره، والان نحن في حديث عن الجمعيه. طبعا الدكتور جاسم هنا انت ذكرته على سبيل المثال لا على سبيل القصديه، فقط لنوضح للساده المشاهدين. على سبيل المثال، وانا الدكتور جاسم هو كما تعلم. نعم نعم، انا اعلم اكاديمي أن بينكما يعني علاقه طيبه. اكيد انا اعلم انك ذكرته على سبيل القصديه وليس على سبيل، عفوا المثال، وليس على سبيل التقصد. طبعا لا 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 لا، ايوه انا ان رايت اقول اسم بحجم. نعم. مثلا جاسم بحجم مصر مطر بحجم اسماء كثيره، هذا الشخص سيستثيرني لان اساله هل انت وضعت، والا لا 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 ليس هناك من هذا الشيء البته، هو على سبيل المثال كما قلت. طيب بصراحة وبلا مواربة، ستقرأ شعرا الآن أم ستنسى أيضا؟ إلى الشعر مجددا يا أستاذ عبد المنعم، تفضل اقرأ علينا ما تحب. شاب الفؤاد من الأحزان. يوم حبى همي صغيرا، فكيف الحال لو
شبابا أحالني الدهر بعد الدار مغتربة، ما أصعب العمر لو تقضيه مغتربة، عاداني الدهر لا ذنبا ولا سببا، أقسى من الموت أن لا تعرف السبب. الله، أقسى من الموت أن لا تعرف السبب. جميل جميل. رفيقة الدرب، إني قد مددت يدي إلى يديك، فلا تستحضري العتبة، أوقدت نارك ما بين الضلوع، فإن لم تطفئيها إذن فلتبعد الحطبة، هذا فتاك وليل الشوق أرقه، قد جاء حضنك يشكو الهم والتعب، تذكر الأهل والأحباب في حلب، والذكريات أناخت عنده الركبة، هاج الحنين إلى تلك الربوع به، فجاء يبحث في عينيك عن حلب. الله، ونقف عند حلب مجددا. دائما الوقوف عند حلب الشهباء وقوف مقدس، فيه استحضار لعظمة هذه المدينة الشاهقة التي تتوقف عند أبوابها الكلمات، ويكون للفعل دور رجولي لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام. أستاذ عبد المنعم، مجددا إلى الحديث عن القيم والأخلاق التي ينبغي أن تتوفر بالنص الشعري، تفضل عن القيم والأخلاق هذه المرة حتى لا يكون النص الشعري فارغا. لم يصلني سؤال إطلاقا، كان هناك تقطيع في الصوت. عن القيم، حديثنا الآن عن القيم والأخلاق التي ينبغي أن تحضر في النص الشعري حتى لا يكون فارغا. النص الشعري يمتد من صاحب النص، نفس صاحب النص، يعني يجب أن تقرأ أخلاق الشاعر في نصه. طبعا هنا قد يسأل سائل، يعني كيف أن تجد أخلاق النص في 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 القصيدة؟ بمعنى آخر، أنه أنت حتى إذا هجوت يجب أن تعرف أن هناك معايير للهجاء. نعم. إذا مدحت تعرف أن هناك معايير للمديح، إذا تجاوزتها دخلت في النفاق، هناك دخلت في الإقذاع، ودخلت في ما لا يجوز. في الغزل يجب أن تكون على، هنا مسألة مهمة جدا، مسألة الغزل، يجب أن تدرك بأنك تقول في الغزل والقارئ قد يكون يعني إنسان، يعني هاي المسألة كثير معقدة، مسألة الغزل. نعم. الغزل يجب أن تحرص على أن يكون غزلا أديبا. نعم. مؤدبا، وهذا دائما نقول هناك شعراء كثر يشبهون ما يكتبون، من حيث طبعا الجمال، انا لا اريد ان احكي على الصف الاخر. نعم. يعني يشبهون ما يكتبون، يعني هذا شاعر رقيق وجميل، عندما تقرا له تجد انه ايضا هناك رقه وجمال تكاد تشبه صاحبها، حتى كما يقول بعض النقاد وبعض الذين يقولون انه هذا النص لو لم مثلا يوقع فلان تحته اسمه لا ادركنا بانه لفلان. جميل جميل جدا. اذا على الشاعر ان يكون صاحب بصمه، و لا ينسلخ عن أخلاقه وعاداته وتقاليد مجتمعه، وكذلك لا يتبرأ من موروثه. عن الذين يسعون إلى التبرئة من كل ما هو موروث، من كل القيم والعادات السمحة، من إطار الشعر الذي نعرفه، الإطار الناظم الذي جاء به الخليل بن أحمد الفراهيدي، ماذا نقول في أمثال أولئك القوم الذين يريدون للغة التغريب وللشعراء أن ينسلخوا عن ذواتهم وثقافاتهم؟ باختصار شديد، تفضل. لكم دينكم ولي دين. جميلة. ولنا عندك قصيدة جديدة الآن، ولن نعتقك منها، ونريدها طويلة إلى حد ما، إن كان لديك قصائد في محفوظاتك مطولة نوعا ما، تفضل لك الكلمة. آخر نص كتبته أهاجك الشوق، هذا آخر نص. أنا قلت لك أنا كتبت آخر نص منذ سنتين، هذا كان منذ سنتين. أسمعني إياه والسادة المشاهدين، هاجك الشوق، تفضل اقرأ. أهاجك الشوق أم ضلت بك العير؟ أم جئت تسترق اللذات يا زير؟ أم عدت تبحث عن حضن تلوذ به كما تعود إلى العش العصافير؟ أم أنها حلب الشهباء
ذات هون نادت عليك فساقتك المقادير. إياك أن تتوقف، إياك أن تتوقف عند حلب، إياك أن تتوقف. أكمل هذه المرة حلب ستقر الشعر. أعد البيت وأكمل تفضل. أم أنها حلب الشهباء ذات هون نادت عليك فساقتك المقادير ورحت تبحث عن شعر يليق بها عند اللقاء فخانتك التعابير. جميل. قالت رفاقك أشقى الحب قلبهم وأشغلتهم به عنك القوارير فما لبالك بالسفود منشغلا وما لقلبك أشقته الشعارير فقلت ويحك إني لا يؤرقني خد وخال وخلخال وإكسير همي كبير كهم الشام سيدتي. لما استباحت حواريها الخنازير فجاسها اثنان قواد ومرتزق وساسها اثنان شبيح وسكير نام النواطير ذلا عن تعالبها حتى بشمنا فيا بئس النواطير. جميل. لو أن سيف صلاح الدين ظل بها لظل في جحره كالفأر تيمور أو أن مصر تبرت من أراذلها لقام عمرو إذن ما قام كافور ورقة الخير لو عاد الرشيد لها لما تجرأ كالبروم نقفور. قوم إذا غضبوا يوما على أحد فما له بعدها قوم مناصير يسابقون كأن الموت غاية ما يؤملون وغير الموت تقصير تزلزل الأرض إما صاح واحدهم كأنه الصور لا بل إنه الصور وإن بكت في أقاصي الشرق مسلمة قامت لها من أقاصيها أغادير واليوم تصرخ في الأقصى حرائرنا وليس ثمة هارون ومنصور. الله عليك الله عليك الله عليك يا أستاذ عبد المنعم، أحسنت وأجدت. بعد هذه الوجبة الدسمة من الشعر يجب علينا أن نأخذ استراحة قبل الذهاب إلى آخر الأسئلة في حلقة بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، نخرج مجددا إلى قصيدة أخرى وفقرة قصيدة للوطن، نشاهد هذه القصيدة وإياكم ومن ثم لنا عودة. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، فاصل ومن ثم نعود. أراد فضالة بن عمير الليثي قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضالة؟ قال نعم فضالة يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، كنت أذكر الله. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. فكان فضالة يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت هلم إلى الحديث، فقلت لا. وانبعث فضالة يقول قالت هلم إلى الحديث فقلت لا، يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام.
أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة في بيت القصيد، ومعنا من السعودية الشاعر السوري أستاذ عبد المنعم. حياك الله أستاذ عبد المنعم، وبعجالة وهذا السؤال، نصيحة إلى جمهور الشعر حتى يظل الشعر العربي صافيا لا تشوبه شائبة ولا تقوى عليه أي من أيدي التشويه، ماذا تقول؟ الانحياز للشعر، جمهور الشعر العربي في كل مكان، هذا الشعر العربي الذي هو امتداد للغة العربية، الذي هو امتداد للغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما جاءنا عبر الإرث القديم، لكي يظل علامة مميزة أو تمييز العرب عمن سواهم، لكي يظل لدينا يعني هذه القيمة الكبيرة التي يعني نعتز بها، ومع كل أسف في وقتنا هذا لم يعد عندنا شيء نحن العرب نعتز به سوى يعني هذه اللغة أو بقايا هذه اللغة العربية. أحسنت. انحازوا إلى الشعر ولا تنحازوا إلى الشخوص البتة، هذا باختصار شديد، وشكرا جزيلا لك. أحسنت أستاذ عبد المنعم جاسم، ونرجو في نهاية هذه الحلقة من بيت القصيد، نرجو أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار هذا اللقاء عيانا في استوديوهات الرافدين، وعساه يكون قريبا جدا إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المنعم جاسم الشاعر السوري. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد، الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.